انا مسكت ابن اختي علي احمد العلي قلت لك من دشر قديم وتاه ارجع. قال لي خالي اذا انا بدي امشي على لون اللي بدي اياه حسين حمدان ما حداش ياخذني. نتعلم حاولوا ما تنسوه بكل حفلة تذكروه لأنه لولاه بعد الله طبعا بعد الله طبعا لولا هذا الإنسان ما حدا غنى وأنا منهم وأنا تربيت على هاي الإيد الطيبة الخال والأب والأستاذ والمعلم حسين حمدان أبو مكتوب. حسين حمدان محمد قاسم من عرب انفعات فخد عتيبي عرب انفعات قضاء حيفا مواليد على ذمة الوالدين اللي هو أبوي طبعا الوالدة توفت بطلوعهم بال48 من فلسطين. كنت أنا برضى على ذمة إخواني الأكبر من اللي هو أبو زاهي أخوي أبو عماد كنت أرضى على صدر الوالدة. فتحنا بتولكرم ما فيش فيها طبعا شغل ما شغل كانت العالم تولكرم وشويك بجنب بعض آه والله وعتيل وعنبته والدنيا دي كلها قراب الله مدير الخصوم. المهم يا سيدي في 62 انا غادرت تولكرم للكويت والحلو انه الكويت يعني فتحت ابوابها خاصه الفلسطينيين. في 62 دخلت الكويت في 67 لما صارت الثوره ما صار رشحوا ياسر عرفات وين في الكويت. نحن كنا نشتغل انا واحد من الناس كنت اشتغل عند يوسف احمد الغانم جراج واخوي ابو زاهي واخوي ابو عماد وكل العالم تشتغل تشجيع للعمل الوطني لما قال ياسر عرفات مثل اللي ماسك البندقيه او الرشاش او المسدس كنا مقاتلين اللي بغني الشاعر اللي بحافظ على لبس امه وابوه قعدنا نعمل بروفات. انا واحد من الناس صرت ارد على الشبابه ما كانش عندينا يرغول بوقتها ما كان يا شو ففتحوا لنا مكتب في منظمه تحرير فلسطين في الكويت صرنا نعمل بروفات وكذا. اجى معانا الله يذكره بالخير واحد اسمه ابو سلطان مصطفى الجعفري ابو سلطان هذا كان مغني براس امهاتنا وابهاتنا في فلسطين بالضبط 48 دخل معنا اكبر سن واحد فينا هو بلشت انا وياه. ابو زاهي طبعا على الشبابي واخوي ابو عماد على الشبابي وصلنا عددنا في فرقه الفنون الشعبيه التابعه لمنظمه تحرير فلسطين في الكويت فوق 60 أو 50 عضو وكلها رجال كبار بالسن وكلها لبست فصلنا قنابيز خاصة الديميات بتاعتنا المعروفة البهنس والروزة كبرت وبلشت الفرقة طلعت وين في أعراس صارت اللي الناس بدأت تتجوز تركض على الفرقة انتشأت فرقة الفنون الشعبية بقيادة أبو زاهي وحسين حمدان طبعا تابع على المناطق كلها وناصر على الكمان أبو صقر أبو صقر على العود يا أخي بدك ترجع على الذاكرة والله يعني أنا ممكن تسألوني في أبعض والله نسيهن لأنه من قبل ما يجينا المرض هذا بسنة أو سنتين كنت مترك الفن خفت الناس اللي كنت توقف بينهم ويشجعوك راح عودي عودي يا ليالي العز عودي يا ناصر على الكمال محمود ابو صقر على العود وابو زاهي على مزمار عود طب يا
فيديو للفنون الشعبية معرض على التلفزيون الكويت كان إلى القوات الكويتية اللي شاركوا أبو سالم يا أبو سالم ودي جيوش حربية 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 وش بيع الطير من لحم الصهيوني 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 هبت النار البارود غنى جيش الكويت يا حامي وطننا وهو إلى آخره من الغناني اللي انبهرت فيها الكويت. يبقى وين هذولا فلسطينية؟ انت تربع نصمر فكرنا أفارقة. لا يا عم احنا مواليد الكويت مواليد فلسطين. فضل أولادنا كمان. خذوا اللحن حطوا الكلمات. انت رفضت تغنيها؟ قلت لهم فنون نزلت على الميدان بعود ابو صقر وحسين الحمدان ابو زاهي على اليرغول وحسين بيقول جفره وزريفه الطول وكملها موال. فهم كانوا فيها كلام يعني لانه انت يعني لما تكون عايش مع فئة او عايش مع ناس او تربيت في شيء مش من السهل انه يغيب عن ذهنك. انت نفس الشيء بتحكي الله يرحم ايام الكويت ولا ما؟ زمان الراحم يخطر عبالي انا اللي ربيته مثل عنقود عدالي فلسطين حالي ومالي. الزمان اللي راح عم يخطر عبالي بعد ما ربيته كما العنقود عدالي ابو زاهي والفنون الشعبيه دوم تخطر عبالي باسمهم الليله بغني الطراب ابو زاهي والفنون الشعبيه عم يخطر عبالي باسمهم الليل غني الطراب لا 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 هي يا باي اللي انت تعبت عليه واسسته سنين يعني من 62 من 67 68 لما انطلقت الثوره وبلشنا لغايه التسعينات لما طلعنا من الكويت. الكويت بتعز عشت بعد الكويتيين صاروا يعرفوا مين هم زين. طبعا جينا بس انت جاي يعني مش عارف وينك تروح. العزة لله. انا واحد من الناس اخواني ميلنا على البقعة كلها مخيمات وخرب. النمرة تشتريها في البقعة تشتري فيها نمرتين في مخيم الحصن اللي هو في اربد. عشان ما بين عشان الناس اللي ما بتعرف النمره ايش النمره اللي هو البيت الخيمه او سموها نمر شايف البيت شلون اشتريت. طبعا طب شو بدنا نشتغل؟ جيت هنا اولادي انا عندي شبابي وولادتي ولاد اخواني. طب شو هذا العالم ده تقعد تشتغل؟ أدواتنا وقروشنا أو تأميناتنا اللي كنا في الكويت كانت أغلبها في البنوك ما قدرنا نجيب شيء. إيش طلع لكم تعويضات إيه ولا؟ بالأخير بالأخير. المهم يا سيدي شاروا علينا أجويد شاروا من عندي مثل أفضلكم أبو ممدوح رجع للفن. ما فيش فرق. المهم حطينا في الجريدة فرقة الفنون الشعبية تعود إلى ساحة الفن.
الفرقة أولادنا، أولادي، أولاد أخوي، جمعتهم صرنا نطلع لحالنا. وين في مناسبة، وين في عرس، صارت الناس تندل علينا. صرت أخذ أجر من 100 دينار ل 120 دينار ل 150 إلى 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 إلى. أكبر عرس عملته اللي هو كان على صويلح، وين مقفر صويلح القديم اللي الآن قباله محطة البنزين، شايف؟ كان عرس في معنى الكلمة، فرقة الفنون الشعبية. والله مين أجى عليها؟ أجى عليها علي القرم، رئيس مسؤول جامعة الزيتونة، مسؤول جامعة الزيتون أبو إيهاب. وبلشنا بلادي فلسطين ألف عني بعنها، بلادي فلسطين ألف عني بعنها، دموعي على تراب الأقصى الليل بهلها. يا أمة العرب، يا أمة الإسلام، ما بحرر فلسطين إلا أهلها، لأنهم من نصل قوم الاضطياب. على ما أذكر واحد من بجنب القرم، مش عارف بيدوس 9 ولا 14، طخن، قام أبو إيهاب حضن وسلم علي، قال لي ولك أنا إلي سنين هنا زار ما سمعت واحد قال أوف فلسطين اللي أنت. واحدة وين كانت؟ في المفرق. المفرق بعدها ثاني يوم انطلبت إلى جهة معينة. شو تقول يا حسين حمدان أبو ممدوح؟ شو تقول؟ يا محل الموت على ترابك يا بلادي. طيب شو اللي بجبرك؟ الوطن حاسي، وطن غالي. والله ثم والله اللي قاعدين معاي يمكن أكثر من حوالي 4-5 ضباط وشرطة كده، إنه أنا واحد من الناس ما بفرق بين هذا وهذا، أنا فتحت بعض النقطة. فالحمد لله رب العالمين. مين مسؤول عن لواء الشمال؟ كان صامد بيك أبو عرابي. كنت أغني بشيفة بدران عند العدوان لوركات، العدوان والوركات اللي البان بتهديش عليها. قال لي يا حسين الحمدان، قلت له نعم. قال لي والله هو الرجال يغني بيننا وبين نسواننا، دير بالك على هذا الشيء وحافظ عليه. فمن فضل الله الحمد لله رب العالمين. ايش هل العرس حلو؟ يعني هل يعني كلها مع بعض، الناس مع بعض، تحس الكل شاري، مش الشاي تبع العرس. طبعا الشاي لما يكونش فيه شيء. في ناس كانوا خص يعني يجيبوا لي الشاي، في انسان معروف اقول له انا افحص. على وحنا رجالك يا فلسطين، على لابع بحشار المستعدين. على وحنا جنودك يا فلسطين، على لابع بحليت المستعدين. واعطيني سلاحي يا اخوي اعطيني، انا دامي لا دمر بالي صحيونا.
يما ويا يما اعطيني رشاشة، انا طلبت لبلادي بنصو محماشة. هل يما ويا يما اعطيني رشاشة، انا طلبت لبلادي بنصو محماشة. انا عفت الوظيفة وعفت المعاش للتحرير بلادي احسن ما يكون. اليرغول اكبر من المجوز، المجوز قصير، بوسطين، البوسطين مقابلات بعض زي بعض. اليرغول لا، كل بوصة اطول من الثانية، واحدة يسموها دواية واحد يسموها اللاعب لانه بيلعب علين. الدواية هذا على طول، هذا اليرغول اكتبسناه عن زمان جدادنا. المجوز اغلبه كله وين؟ لما نزلنا جاي هيك على الغوار. اخف من اليرغول على العازف، وبسرعه يقلب ويحط بده اي الحان. اللي يرغول لا، بأخذ وقت تمنه يقلب يرجع له على اللحن أو كذا كذا. فهاي وين نشاط الرديد اللي هو المغني، اللعيب اللي هو اللي يلعب على يرغول والمجوز. الأورج لما أدانا الأورجات هذول خاصة المسيجة هذه كتلت كل شيء، لأنه حط عنده إيقاع حط لك كل شيء أنت بدك تتبعه. هما لا، كانت الفرقة الموسيقية كلها متكاملة. كم من الستينات وانت من الستينات يعني 60 نعم. سنة و... نعم. وانت بتغني نعم. وهسه في احمد العلي، احمد العلي اللي هو ابن اختي امه، انا وياها مراضعين مع بعض، شايف شلون، اللي هي بنت خالتي لازم امه. وحكيت عنه هو خليفتك. خليفتي لانه هو الآن يعني معاي إدريس العلاري، عبد الفتاح السوياني، وهو أحمد العلي. أحمد العلي تشرب اللون بتاعنا، تربى معاه، كان يقول لهم يوم أنا بدي أصير زي خالي حسين حمدان. يا ليل يا ليل. شكرا لأحمد العلي خليفة حسين حمدان، خليفة حسين حمدان بالساعة الأردنية والفلسطينية إن شاء الله. هاي لعيونك هاي. بيت الشاعر يا المنصوب، أو بيت الشاعر يا المنصوب، لك تحتك حبيبي نايم، هل تحتك حبيبي نايم، هل خدوا يا كرسي الجبنة، أخدوا يا كرسي الجبنة، هل يفطر عليها الصايم، هل يفطر عليها الصايم. شوفك سيدي ما بضل على ولا هو، واللي بنسي قديمه تهضى. فلسطين بتضل فلسطين في القلب وفي المخ والفن، لكن مين اللي بيشجعك؟ الإيدة تنمد إليك، سير. طب أنا مقيد، مش قادر أقول واحدة اثنتين، ادعمني في الكلمات، ادعمني في اللحن. جينا يا بلادي جينا أسود في الميادين، حاملين كلاشنكوف والحجارة بدينا. بدي أطلع على غزة، لكن الهم غالب عليك، الهم غالب عليك. لما نشوف، وأنا واحد من الناس يعني من الجزيرة للعربية، للسزم على العرب، أخبار والله. الليلة كنت رايح على لفية، قراية فاتحة، معاي عيالي ومعاي حوالي 4 بنات، اللي هي مارقة فاردة حاطين صوت إلي أنا وبطبلوا. مرقت عني السيارة فيها زلام كبار، معليش
بجوز اكون متطفل او كذا كذا، هل يعقل؟ قام اطلع بي هيك الزلمه الكبير، مين انت؟ قلت له شو بدك فيي؟ انت حسين حمدان؟ قلت له حسين حمدان. نقول لي جبلنا الدم، قلت له على ترابك جبلنا ومهما غدر بغضباته جبلنا. من فلسطين، من فلسطين لا يمكن نطلع منك، جبلنا تراب الأرض عنا أغلى من الذهب. يعني مهل ليش انت فاردة بالزف وقاعدين يغنوا ولكم مهل قاعدين يذبحوا بينا بالغزة؟ شوف قام عرفني الواحد منهم كبير بالسن والله مفرع، لما تأكد مني وطلع بي هيك قال لي انت حسين حمد. قال لي عم يقول يا الله نسأل الله ربنا يعطينا الصحة والعافية ونكمل، ولو انه يعني وقفنا الآن بدين الحق. اللهم اني بس اتكلم الكلمة الوطنية، هم غزل وزريف وهذا كل يا محلى الموت على بوز الدبار. جينا يا بلادي جينا، ولا لما تقول امي، امي بتقول يما استناني شوية هخليت ناس تبكي فيها. بعيد الثورة مش عارف وين بعيد. امي بتقول يما استناني شوية خذني معاك لبسني فدائية. انا شو بقول لها؟ قلت يما من امثالك عنا موجود فاطمة البرناوي، فاطمة البرناوي يما قصت القيود ودمرت اليهود. اوفا 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 يا ابويا، لك عيرتني عيرتني بسواد لوني، ولون المسك العنبر يا ناس لوني، عيرتني بسواد لوني، ولون المسك العنبر يا ناس لوني، فلولا سواد الليل يا لولا سواد الليل ما طلع الفجر